كشف الاتحاد العراقي للشطرنج عن استعداد روسيا استضافة منتخباتنا الوطنية لإقامة لقاءات بين البلدين. اتحاد اللعبة أضاف أنه تم عقد اجتماع مع السفير الروسي في بغداد تخلل عن تنظيم ونجاح بطولة العراق الدولية السادسة بمشاركة 19 دولة وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة. وبين أن السفير الروسي أبدى استعداد بلاده لدعم اللعبة من الناحيتين الفنية واللوجستية من خلال إقامة لقاءات ودية بين البلدين وإقامة معسكرات للمنتخبات الوطنية في دولة روسيا.